تدور المصريه ازاي؟ خط النار ان احنا نعبر المناطق دي. ربنا كرمنا وقدرنا نتواصل مع ناس من البلد من هناك من ليبيا، ناس تقدر تعدينا المناطق دي. جهزوا لنا عربيتين مسلحين، واحده كانت ماشيه قدامنا واحده كانت ماشيه ورانا. بالفلوس طبعا يا فندم. تدفعوا فلوس؟ بندفع فلوس يا فندم، فلوس كتيره كمان مش فلوس قليله. بيوصلك لفين؟ وصلنا يا فندم لحد قبل ما الاماكن اللي ماسكها حفتر، لانه ما يقدرش يعدي الاماكن دي. بس بيوصلك بالقرب منها يعني. بالقرب منها كده بطمن ان انا عديت المناطق اللي هي فيها البلطجيه والدواعش والمناطق اللي هي ما ينفعش ان حد فيها يعدي كده. خسارة ليبيا أصبحت نهبا لبلطجية وجماعات إرهابية. وصلوكوا لغاية هناك بس كمان مش خطر، وهم ما كنتوش بتقابلوا جماعات إرهابية؟ لا يا فندم، كان في عربيتين تاني قدامهم كتمويه كده بيراقبوا الطريق، لو في أي حاجة كانوا هيكلمونا على طول، بس كان فيها ليبيين، لأن هم الليبيين ما بيتعاملوش مع بعض في بحاجة وحشة، لكن كانت الخطورة في وجودنا احنا هناك. وكمان أكتر حاجة كأقباط. الحمد لله ربنا نجاك. ورحلة العودة خدت كم يوم؟ 3 أيام لحد ما بقينا في البيت يا فندم، يومين لحد ما وصلنا الجمرك. لما وصلت أرض مصر عملت إيه؟ هعمل إيه يا فندم؟ حتى الاستقبال ما فيش أي حاجة يا فندم، ما فيش حاجة تتفرح. وبعد ما جينا هنا يا فندم حاولنا نطالب. لا أنا لو منك حبوس الأرض المصرية. أكيد طبعا يا فندم، وأقول أكيد. وأقول إنه صحيح أنا رحت عشان لقمة العيش، لا نستطيع إن إحنا. أكيد يا أستاذ وائل، ده حاجة. الناس إحنا ما دخلنا. شوف الأرض المصرية بقى إزاي هي الآمنة الوحيدة وهي التي تستحق أن نقبل هذا التراب، تراب الوطن. إحنا ما اطمناش على نفسنا يا أستاذ وائل غير بعد ما دخلنا الجمرك المصري. احنا في ناس مننا نزلت باست على الارض اللي كانت واقفه عليها، بس يعني بعد ما جينا استاذ وائل حاولنا نتدخل عشان خاطر نكلم حد في الدوله مسؤولين ولا حاجه، عشان بالنسبه لاخواتنا دول الناس دي على فكره استشهدت يا استاذ وائل نتيجه لضعف الدوله هنا. يعني دول استشهدوا في حد وائل. مين يستطيع انه يفعل اي شيء مع داعش؟ من اختطفته داعش ونجا الا الاتراك، وده يحط لك علامة استفهام يعني نتيجة العلاقات. ما كانش فيه محاولات يا استاذ وائل، ما كانش فيه محاولات، ما كانش فيه اي حاجة. انا عملت محاولات. مين مع داعش؟ يعني احنا بنختصر الطريق يا استاذ وائل وما بنفكرش نتقدم لقدام نهائي. لا هو في انه انك انت تتصل وتقول للخارجية المصرية احنا عرفنا زملائنا المخطوفين موجودين في منطقة ايه، ده مكان تقصير. لكن ما الذي يمكن ان تفعله الحكومة المصرية؟ داعش عصابة ليست دولة هتستطيع انك تتفاوض معاها، تضغط عليها، تحاربها. استاذ وائل جهاز مخابرات بالكامل يا استاذ وائل موجود في البلد، مش هيقدر يحدد الاماكن دي ولا تعتقد يعني انت وانت قاعد في 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 ملجأ الجماعات الارهابية في سرت. احنا كويس ان احنا نشوفهم يعني بالمنظر ده يا استاذ وائل. يعني انت شفت عربيات مسلحة جاءت وقبضت عليكم واختطفت زملائك وخدتهم، كل ده في غيب الدولة، تعتقد ان السلطات المصرية الدبلوماسيين يا استاذ وائل اختطفوهم يومين، ما حدش عارف مين الجهة اللي اختطفتهم، ما حدش عارف كان ايه المطالب، ورجعوا في بعد يوم يا فندم رجعوا ناس مسؤولة، لكن احنا الفئة الضعيفة اللي ما حدش بيسأل علينا. لا ما فيش حد. لا يا فندم احنا فئة ضعيفة، احنا مش بنتكلم كأقباط، احنا بنتكلم على المصريين الصعيد. بس اختطاف الدبلوماسيين ما كانش اختطاف داعشي، يعني انت عارف الوضع يختلف يا استاذ وائل. لكن مثلا قتل السفير الامريكي في 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 ليبيا على يد. احنا مين كلمنا يا استاذ وائل وقال ان احنا شغالين ولا بنعمل اي حاجة؟ كله مسكنات يا استاذ وائل. السفير بدر عبد العاطي، احنا وقفنا قدام مكتب الامم المتحدة بعد ما رجعنا من ليبيا، طلعنا مع الاهالي وعملنا وقفه احتجاجيه هناك، ما فيش اي حد اعلن اي حاجه، حتى الاعلام مجرد منشط بيظهر على الشاشه بس من تحت كده خلاص. لا يدوبك الاعلام الحقيقه بيهتم بهذه القضيه. اهتم بقى، احنا جبنا ناس شربت بولها في الصحراء عشان تنجو. تمام يا جماعه، ليبيا حقل الغام، ليبيا خطر. طب انت سافرت ليه؟ انا عايز ادخل. من سنتين يا فندم. ليبيا امتى؟ من سنتين يا فندم. طب من سنتين يا ميلاد وانت شايف ليبيا مختطفه
وداعش والجماعات الإرهابية تسيطر عليه. هسألك ده هتقول لي أكل العيش، هتقول لي مش لاقي شغل هنا، أنا معاك. وفر لي يا فندم فرصة عمل، أنا دي لي 50 يوم موجود لما هنا. لما تكون فرصة عمل بالدم وبالإهانة. أستاذ وائل أنت ممكن تقول لي أنت تروح ليبيا تاني ولا لا؟ لو ما لقيتش فرصة تاني هنا. عارف هذا النقاش يمكن أنه يؤلم البعض، بس خلينا عشان ننقذ من هو يفكر، لأن في ناس ممكن لغاية حتى الآن في ناس تسافر إلى ليبيا. في حظر يا فندم نزل، في حظر نزل. ما هو هيسافر بطرق غير شرعية، ما أنت عارف اللي بيسافر. احنا كل الناس اللي كانت موجودة واستشهدت دي يا أستاذ وائل أوراقهم سليمة 100%، احنا ما بنمشيش في طرق غير شرعية، بس احنا يعني لو ما لقيناش في ليبيا خلاص هنقعد، لكن لو في موت هناك وما فيش شغل هنا لازم هنروح، دي محاولة، لكن هقعد هنا ومد دي هاش حد، هستنى لما أولادي يموتوا، أنا متزوج وعندي ولد وبنت، مين هياكله؟ طيب ميلاد لما الناس شفت الطبيب اللي ذبح هو وزوجته، بدانا يا فندم نتحرك طبيبه واولاده وبنته، يعني شفت بدانا يا فندم نتحرك، اتصلنا في ناس اتحركت قدامنا مشيت عربيه، لازم ما ينفعش نتحرك مع بعضينا كمجموعات، استنينا اول عربيه وصلت بالسلامه الثانيه اتاخدت في الطريق، احنا اللي بدينا نعمله الدوله اللي هو في العوده. في العوده يا فندم في عربيه مشيت في الاول قبل ما يتخطفوا السبعه الاولانيين يا استاذ وائل، كان في ناس من عندنا موجوده هناك كانت قاعده معانا في الغرفه، كان من ضمنهم واخويا، وصل بالسلامه خلاص، العربيه الثانيه اتحركت اتاخدت في الطريق، احنا نعمل ايه المتواجدين هناك؟ مش لاقيين اي طريق، مش لاقيين اي سكه، قعدنا الفتره اللي احنا كنا بندور عليهم. بالجو اللي انت بتقوله ده يا ميلاد، تعتقد ان السلطات المصريه اذا كانت السلطات الليبيه تدعي ان لا قبضه لها، تعتقد انه السلطات المصرية تستطيع؟ خلينا بس نقول يعني لو انت مكان السلطات المصرية، ما الذي كان يمكن انك تفعله لانقاذ الناس اللي وقعوا في ايدي داعش؟ محدش كان يعرف اي حاجة يا فندم غير فاخر يوم لما نزل شريط الفيديو، لكن قبل شريط الفيديو احنا جينا يوم الجمعة عملنا وقفة بعد الصورة ما نزلت اللي هي بالمنظر دوا، الصورة بس مش الفيديو، نزلت صورة يا فندم على النت باللابسين الاعدام وكانوا عاطيين مهله 72 ساعه، جينا عملنا وقفه، الوقفه دي كانت يوم الجمعه، من بعد الوقفه الناس بدات تتكلم، بدات الناس تتكلمنا، قابلنا رئيس الوزراء مشكور الباشمهندس ابراهيم محلب، وقابلنا وزير الداخليه. لا الناس لا دي بدات تشتغل دلوقتي بعد الصوره. يعني انت هل تعتقد انه كان يمكن انقاذ المصريين من يد داعش، وايه الوسيله؟ يا فندم كلمونا وقالوا هم بخير، يعني الناس الوزراء دي كلمتنا والناس دي طمنتنا وقالوا هم بخير، وفي اقرب فرصه احنا متاكدين انهم بخير، لان ما عندناش اي معلومات بتقول انهم حاجه وحشه. هو بيطمنك. لكن قبل كده كانوا فين يا فندم؟ كانوا فين؟ هم الوقت تعبانين معانا دلوقتي، وفي ناس تعبت معانا ووصلت لحد الاسر بتاع الشهداء وطمنت عليهم وكل حاجه تمام دلوقتي، لكن من قبل كده كان فين؟ الاستشهاد يا استاذ وائل كان نتيجه من ضعف الدوله، يعني ده مسؤوليه على الدوله. يعني انت برضه يا ميلاد بتقول لي انه كان يمكن للحكومه المصريه يا فندم ما كانش في تدخل، انا كنت موجود يا فندم، انا كنت موجود. لا يعني انت اللي خطفوك، انت عشت اختطاف من جماعات بتقول لي سبع سيارات مسلحه، يعني لا دوله، ما فيش دوله، يعني انت هنا بتتكلم عن لا دوله يا فندم. امريكا كانت بتبعت قوات خاصه بتروح المكان اللي كان فيه الرهينه بتاعهم وما كانوش يعني بيوصلوا له، كانت بتحاول، كان بتحاول يا فندم. لا يعني الولايات المتحده ذبح لها صحفي ولم تفعل شيئا يا فندم، راحت اكثر من مره، قتل السفير الامريكي وتم تفجير السفاره، وهي الان تتحالف مع الجماعات الارهابيه. يعني ميلاد يعني مش عايز، اذا الدوله اذا في تقصير حكومي دبلوماسي فليكن، لكن انا مش عايز، يعني قل لي من سقط في يد داعش، هذه العصابة الارهابية اللي بتخطف عشان تذبح، احنا متأكدين ولا اللي بتفاوض معاها، ولا اللي بتفاوض معاها بيأتي نتيجة زي ما حصل مع معاذ الكساسبة. يعني انا عايزك تكون عائد من ليبيا بالمشهد الدموي ده، ونقول للناس انه ليبيا لم تعد مكانا للمصريين، لانه ليبيا خاصة في الجزء المتعلق بالجماعات الإرهابية التي تسيطر عليها. انت بتتكلم هنا، اتكلمنا عن دولة هنا استاذ وائل، يعني هل المشهد اللي احنا شايفينه هنا، احنا بنتكلم عشان اخواتنا اللي فاضلين هناك استاذ وائل ييجوا، احنا بنتكلمش عشان احنا كاقباط ولا القصة دي، احنا بنتكلم عشان المتواجد هناك اي حد يعمل اي حاجة ويجيب الناس دي. ان شاء الله
هنوفر الأجواء لعودة المصريين، بس أنت هنا لا تستطيع أن تحمل الدولة وتقول لها بعتي قوات هات المصريين من هناك. يعني أنت بتتعامل مع وضع الناس دي ما بترحمش يا أستاذ وائل. إحنا شفنا وعشنا الموقف، الناس دي ما بترحمش، مش بترحم لا مسيح ولا مسلم. إحنا كان معنا واحد مجاول اسمه البشمهندس جبريل ليبي الجنسية، عشان بس وجدوا في السيارة بتاعته سجارة كسروا له رجليه، سجارة لقوها في السيارة بتاعته كسروا له رجليه قبل ما نتحرك من هناك بيومين. الناس دي ما بترحمش، احنا مش عايزين حد يحصل له حياة تانية ان شاء الله. وانتوا يعني مشيئة الله سبحانه وتعالى، الناس دي ما لقيتش فرصة عمل هنا، ونجل بعض وقدر الله سبحانه وتعالى انه يسقط البعض كشهداء ميلاد. عموما الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. واللي يهمنا في الموضوع كله هو كيف يمكن ان نستعيد كل المصريين اللي في مناطق، لانه في بعض المصريين يعيشون في ظل وجود الجيش الوطني الليبي الذي يتحالف معنا.